موضوعنا بما انه انا البث شيل على قلبي صراحه يعني شبكنا عليها لود فبدي اقول انه حلو واحد يعيش طقوس وممارسات الاخر بدون ما يتعنصر او يفكر بطريقه انه بس هو طقوسه او ممارساته هي الاصح، وانه ما يجرب يخالط او يشوف الاخر شلون يفكر او شلون يحتفل او شلون يعيش يومه. فبصراحة أنا لحد الآن كلش مستمتعة بالأجواء. إحنا حالياً بشارع سالم اللي هي يعني اللي يكون فيه الاحتفال الرسمي السنوي بمناسبة النوروز. ما أقدر أطيل أكثر لأن صراحة الصوت حيل عالي وصعادات وشي، فهمنا بتتفرج بتأكد إنه كل عام وأنتم بخير، كل عام البهائيين بتفكر بمناسبة السنة البهائية. مناسبة رأس السنة الكردية في العام بالخير. مناسبة رأس السنة البابلية طبعا. هواية هواية طبعا هذا اليوم إذا تحدثوا راح تشوفون هواية مناسبات أديان وطوائف هواية تحتفل بهاي المناسبة. ما أريد أطيل لأن صرت ما تعبت. أحب أعيدكم وأقول لكم جميعا بالخير.